ديال ناشطكم على طريقه الكيك سهل ديال الجهه الشرقيه. عندنا هنايا 3 كيسان ديال الزيت العنبه، 3 كيسان سكر العنبه، عندنا 3 د البيضات، عندنا كاس ديال الجنجلان بلا طحين، عندنا هنا كاس الجنجلان مطحون شويه الملح، عندنا هنا 3 د الخمارات حمر، عندنا هنا 3 د المعالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه وبسبس. صافي نخدمو هادشي، تيجي تيب بزاف تيجي. وعندنا كاس د الماء د العنبه، عاوتاني كاس د العنبه تفيد الماء. عندنا شويه د الخميره الخبز، شويه خميره د الخبز، هذا الكعك معروف في بركان وفي وجده، الدار اللي دخلتي لها تجبري فيها الكعك، من ضروري يكون في على حساب الخليط، مخصوش يكون ثقيل مخصوش يكون خفيف، معدل معوض. والتزيين شويه ديال الجنجلان وشويه ديال وندهنوا بالبيض ونديروا عليه الجنجلان ونديروا عليه طيب. الخميره دابا ندوزوها في الماكينه ونمشيو باش نطيبوها ان شاء الله. دابا ملي درنا في الماكينه نديرو لها هكا، نزلو هنا باش ندهنو ويطيب باش دابا ندهنوهم. بدنا ندهنوهم ونسوقوهم، نديروهم في الفران 180 درجة من الفوق ومن التحت لكانت الضو، كندير البوطة غير من التحت تيطيب ومن بعد تيتحمر راسو من الفوق. وهنا عندنا البيض وشوية نسكافيه، نسيت ما قلتلكم شي.
هو ملي طاب طيبناه شوف تيجي مهرمش تيجي غزال غير جربوه وردوا عليا تيجي لذيذ.